مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاثنين. طبعا مستنين تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. وما تنسوش طبعا إن كل الوصفات والحلقات بتلاقوها على قناة تي تي سي على اليوتيوب، تقدروا طبعا ترجعوا لها في أي وقت. النهاردة معايا فرخية كده حلوة جدا، فتحيها كده باتر فلاي وهنبدأ نعملها روستو بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف مكوناتها ونشتغل فيها مع بعض. عندي فرخة طبعا اي وزن انتوا عايزينه على حسب ما انتوا حابين. انا مش هقطعها ولا 4 ولا 8، انا فتحاها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وعندي كمان زبدة وزيت وفصوص ثوم صحيحة وملح وفلفل وبابريكا وشرايح بصل وبقدونس وصويا صوص وصلصة طماطم ومستردة وزيت زيتون. هقول تاني المقادير. محتاجين عندنا فرخة وزبدة وزيت وفصوص ثوم صحيحه وملح وفلفل وبابريكا وشرايح بصل وبقدونس وصويا صوص وصلصه طماطم ومستارده وزيت زيتون. اول حاجه كده ايه، بعد ما هتنضفوا الفرخه وتغسلوها كويس جدا وهنفتحها كده بالشكل ده من عند الظهر مش من عند الصدر من قدام، وهنبدا كده ايه نبططها، بس ايه نكسر كده فيها شويه عشان تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. هوريكوا حالا اهو كده. جيب كده كل الحاجات على جنب وهجيب الفرخه بتاعتي. بصوا اهو احنا مبططينها. هبدا اجيب بس الاجنحه كده ايه، اكسر الحته دي احطها ورا عشان تاخد الفرخه كلها، ما يبقاش في حته يعني مستخبيه تحت الجلد تحت الجناح اهو بالشكل ده. وممكن تعملوا فيها فتحات وممكن تسيبوها كده زي ما انتوا حابين، براحتكم خالص مفيش مشكله خالص. اول حاجه كده هجيب صينيه اكون مسخناها كويس جدا وهبدا احط فيها مكعبين كده من الزبده بشويه ثوم كده، انكههم بشويه ثوم. قول معانا تليفون. مدام زيزي صباح الفل. صباح الجمال. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ إيه يا كله زي الفل والله يا حبيبتي، كله جميل ما شاء الله ما شاء الله. الله يخليك، اللون الملوك عليك الجنة. حبيبتي الله يخليك، سلام يا حبيبتي والله. ما شاء الله اكبر الملوك ده حبيبتي، لازم يكون عندي. اتفضلي اتفضلي والله يا حبيبتي. ربنا يا رب ينور حياتك. الله يخليك، سلام يا حبيبتي. حياتك كلها قدرة وجميلة. تسلمي لي حبيبتي يا رب. يا حبيبتي من كل مكروه. الله يخليكي الله يخليكي يا حبيبتي. تسلمي لي. تسلمي لي يا حبيبتي والله، تسلمي لي. تحياتي ليكي ولأسرتك ولأسرة البرنامج كلهم. الله يخليكي الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي والله. شكرا جدا. صباحك زي الفل. بصوا اهو هنعمل فتحات كده بالشكل ده اهو، فتحات كده بسيطه كده اهو. وحطيت الزبده بالشكل ده وهحط معاها فصوص ثوم كده، يعني شرايح او فصوص ثوم كده سليمه، اخد الطعم بس بتاع الثوم كده في الزبده. ممكن كمان تحطوا روزماري او حاجه بيبقى لطيف قوي. وهبدا ان انا ايه انزل الفرخه من ناحيه الجلد اهو، الجناح كده الجناح برده كده عشان احمر الفرخه كويس جدا. تمام، عايزه احمرها كويس قوي من ناحيه الجلد، من الناحيه دي ومن الناحيه دي. تعالوا بقى نرجع كده الحاجات اللي مش محتاجينها ورا. وهنبدا بقى نجيب بول عشان نبدا نحط كل الحاجات اللي احنا محتاجينها بتاعه تتبيله الفراخ. هنجيب كده هنا بوله هنحط عليهم شويه من كزبره او بقدونس، الاثنين ينفعوا. هحط عليهم كمان المستردة اهو، عليهم معلقتين من العسل، معلقتين سوري من الصلصة. ممكن تحطوا كمان معلقة عسل عليها أو معلقة سكر، يعني ممكن تجيب لنا معلقة سكر يا اسلام. وصويا صوص. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض مع الزيت. اهو زيت زيتون أو زيت عادي على حسب اللي انتوا موجود عندكم. هبدأ كده ايه أقلب كل الكلام ده. ريهام صباح الفل. صباح النور. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. دايما يا رب حبيبتي. اتفضلي يا جميل.
بقول لك عايزه اعرف طريقه عمل البيتزا بتتعمل ازاي. حاضر. بصي احنا كنا عاملين امبارح عجينه البيتزا، بس كنا عاملين يعني البيتزا بطريقه مختلفه عن التقليديه، بس كنا عاملين العجينه امبارح بمقاديرها بكل حاجه. هقول لك حاضر تاني حبيبتي. عينيا. شكرا يا حبيبتي. بصوا احنا هنا حطينا المستردة على الصلصه على الصويا صوص والزيت والبقدونس او الكزبره. خلاص هبدا بقى هنا ارش شويه ملح كده على الفرخه وشويه فلفل اسود اهو، وبرده هحط شويه ملح وفلفل اسود جوه الخلطه اللي عندي اللي انا هتبل بيها الفراخ او يعني هدخل الفراخ بيها الفرن اهو. زي ما قلت لكم ممكن تحطوا معلقه عسل معلقه سكر برده بتبقى حلوه جدا. هقلب كده كله مع بعض، وعايزه الفراخ تاخد لون من الزبده اللي انا حطاها مع الثوم، لسه عايزاها تاخد لون كويس، مش عايزه استعجل عليها في الخطوه دي خالص، عايزاها تتحمر كده من كل الجوانب. هبدا ان انا اجيب فويل وهجيب كده ايه، هحضر ان انا هدخل الفرخه بتاعتي الفرن. هعمل ايه؟ هجيب فويل وشرايح البصل اللي عندي هعملها قاعده للفراخ اللي عندي، ممكن فويل ورق زبده على حسب ما انتوا حابين اهو. هجيب كده ورق فويل. شكرا. وهحط عليه كده ورقه زبده وهبدا ان انا ايه اعمل فرشه كده بالبصل الشرايح اللي عندي. نلبس بس الجلافز ونبدا نشتغل على طول. رشا صباح الفل. ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ وانت كمان يا حبيبتي اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبتي كله زي الفل الحمد لله يا رب. دايما يا رب حبيبتي. الله يخليك. لا ما شاء الله ربنا يحميك يا رب، ويعني زي القمر كالعاده. الله يخليكي. تسلمي والله. ربنا يحميك يا حبيبتي ويسعدك يا رب. شكرا. بشكرك على حلقه امبارح جميله حبيبتي، يعني يعني زي كل يوم طبعا حاجتي جميله يخليك. والله بس يعني وتكات امبارح حلوه في البيتزا والمكرونه والبطاطس كله زي الفل. ربنا يخليكي حبيبتي والله. تسلم ايديكي والله. تسلم ايديكي. تسلميلي حبيبتي والله. وزي الاسره كلها الحمد لله والله كله بخير والله. يا رب دايما بخير. الله يخليك. انا بحيي بصبح على مدام احلام حبيبتي احنا والله. احنا كمان بنصبح عليها مستنيين نسمع صوتها بقى النهارده. يا رب. انا كلمتها والله يوم كان من اتنين كمان، كانت مكالمه طويله كده حلوه. ايوه ما شاء الله، يعني ربنا يديها الصحه يا رب. يا رب حبيبتي يا رب. الله يخليك. انا ممكن رجاء يعني؟ اتفضلي. تسلمي لي. انا ممكن يعني اي حد بيسمعني وحضرتك ما تنسيش الدعاء لامي الله يرحمها ولوالدي طبعا وامواتنا كلهم. ربنا يخليك ماما حبيبتي يبارك لك فيها ويحفظها يا رب. الله يخليك. وسلامي لام هاني ومدام زيزي، يعني بنسلم طبعا وبدري لاخواتها ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب ان شاء الله على خير. يا رب يشفي كل مرضانا ويعني ويرحم كل امواتنا يا رب. امين. والف سلام على المضمضيل ندى كمان حبيبتي، سلامي ليها والله. الله يخليكي. تسلمي. والسلامي للمخرج الجميل واستاذ اسلام حبيبتي، كلهم سامعينك ويسلموا عليكي والله. صباحك زي الفل. تسلم وقفتك يا حبيبتي. صباحك زي الفل ويومكم جميل. الله يخليك يا حبيبتي. شكرا. صباحك جميل يا حبيبتي. بصوا انا مش عايزه استعجل، انا عايزه يعني تاخد لون حلو كده متحمره حلو. تمام. هتاخد لون على الوشين. دلوقتي بقى ايه، هنجيب الفويل وهنجيب ورق الزبده اهو بالشكل ده، وهنجيب شرايح البصل اهو عشان دي اللي انا هقعد عليها الفرخه، وهتاخد بقى من كل التتبيله بتاعه الفراخ اللي هتنزل عليها. تعالوا بقى ايه في المرحله دي، تعالوا يعني ايه نقلب نبص كده بصه اهو. بصوا شايفين عايزاها تتحمر كده تحميره حلوه. هرش برده شويه ملح كده عليها وشويه فلفل اهو. الزبده بقى اللي احنا نكهناها بالثوم ممكن تحطوا معاها شويه روزماري، ممكن تحطوا زعتر، براحتكم اللي انتوا عايزينه. هحمر كده الفرخه من الناحيتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هقوم حطاها على البصل. تعالوا لحد ما تتحمر من الناحيه الثانيه نجاوب على البيتزا. البيتزا امبارح احنا عملناها، العجينه بتاعتها عباره عن كيلو من دقيق، حطينا عليها معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، وربع كوبايه من الزيت، وعجننا بميه عادي بارده مفيش مشكله خالص.
بعد ما عجنا كويس جدا 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 بتقسمي العجينه عندك على حسب الكور على قد الصواني. لو انت هتعملي يعني صواني بيتزا عادي عاديه خالص غير اللي احنا كنا عاملينها امبارح، هتبداي تقسمي العجينه كور على قد كل صينيه، تقريبا مثلا 150 جرام بتبقى كل كوره بعد ما تعجن، وبعد كده بتسيبيها تخمر، وبعد كده بتقومي فرداها في الصينيه بتاعتك، وبتحطي بقى عليها صلصه البيتزا، اي حشو انت عايزاه. وطبعا احنا عملنا حلقات كتير جدا جدا عن البيتزا، تقدري ترجعي تاخدي افكار للحشو وللتشكيل، وعملنا اطراف محشيه، وعملنا كون، وعملنا حاجات كتير جدا جدا في البيتزا، فتقدري برضو ان انت تاخدي افكار منها لطيفه قوي. تمام، انا كده حمرت خلاص. بصوا الفرخه كريسبي خالص ازاي، هو ده اللي انا عايزاه. بعد ما الفرخه هتبقى كريسبي كده، قبل ما احطها هنا هحطها في التتبيله بتاعتي. خلاص اهو، هي عباره عن المستردة، عن الصلصه، عن الكزبره او البقدونس، وشويه الزيت. انا عايزه بس ايه يعني احطها في حاجه اكبر. اديني البايركس اسلام تبلها في حاجه اكبر عشان ما افضل محافظه كده على شكلها، وبعدين احطها. شكرا. وطي شويه الفرن اسلام. هنبدا كده نحط خليط اللي احنا عملناه بتاع تتبيل الفرخه هنا، سويا صوص، مستارده، صلصه، وكميات متساويه يعني مش كميات كبيره، وشويه زيت والملح والفلفل والكزبره. خلاص هبدا بقى اجيب الفرخه بتاعتي اهي. تمام، بعد ما اتحمرت كويس جدا هبدا ان انا احطها في التتبيله بتاعتي من كل النواحي. اشيل بس الصينيه دي من على النار. الاء صباح الفل، واحط التتبيل عليها. عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله دايما يا رب. إيه؟ الحمد لله والله كله بخير، كله جميل والله. بس على حضرتك على الكريم كراميل. حاضر يا حبيبتي، عينيا هنقوله، وطبعا عملناه مع بعض قبل كده بس هقوله لك تاني. عينيا يا حبيبتي. بصوا بقى التتبيله، انتوا شايفين، انتوا متخيلين الطعم؟ والفراخ اصلا انا اديتها تحميره كده. دايما بحاول انوع في وصفات الفراخ، لان انا عارفه ان انتوا من اكتر الحاجات اللي يعني بتعملوها دايما باستمرار الفراخ. بصوا الجمال، ريحه التتبيله رهيبه. ادخل كده التتبيله في كل حته، وهبدا ان انا احط الفراخ عندي على البصل بالشكل ده. بقيت التتبيله احط كده عليها اهي عشان لما تستوي بالشكل ده، الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده كل الفرخه اللي عندي. هبدا بقى اقفل الورق الزبده والفويل عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هوسع ده كده على جنب. مدام ماجده صباح الفل. مدام ماجده ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عامله ايه حبيبتي؟ الله يخليك، شكلها حلو وهي نيه حتى. حقيقي والله. الله يخليك. تسلم ايدك والله يا شيخ اسماء. الله يخليكي، تسلمي. ربنا يخليك. بصي يا شيخ اسماء، انا عندي رنجه عايزه احافظ عليها، احطها في الفريزر ولا اعمل ايه؟ هقول لك. حاضر. وتقولي لي، معلش بالله عليكي، تقولي لي على طريقه الترلي بطريقتك. الترلي؟ بطريقتك الحلوه. حاضر، عينيا. ما تنسيش تردي، ربنا يخليك. لا مش هرد، مش هنسى حبيبتي. حاضر، عينيا. بصوا احنا كده قفلنا الورقه بتاعت الزبده، وقفلنا ورقه الفويل اهو عليها اهو بالشكل ده. والله انا قلت لا مش هرد، لا مش هنسى، قصدي هرد يعني. كده بنفس الطريقه دي هنقفلها كده ونحطها في صاج كده، ونسيبها تستوي بقى براحتها خالص في الفرن كده، بتاخد حوالي يعني ساعة الا ربع ساعة على حسب طبعا حجمها. دي حجمها كبير شوية، هتاخد حوالي ساعة وهتطلع في منتهى الجمال. تمام، ممكن بقى في الاخر خالص تشيلوا الفويل ويعني وتخلوا الفرخة تاخد تحميرة تاني براحتكم خالص. احنا خدنا التحميرة بتاعتنا على النار، يعني شوفوا على حسب ما انتوا بتحبوا، حابين تنشفوها عن كده شوية، حابين تسيبوها طرية، اللي انتوا حابينه. هندخلها الفرن، مش هعرف افتح بس الفرن دلوقتي عشان في كيك،
وبعد ما تستوي هنطلعها مع بعض ونشوف كل حاجة فيها.